السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وميت مرحبا بزوارنا الأكارم. اليوم رح أحضر أكثر من طبق المكون الأساسي فيهن هو البطاطا. أكلات بسيطة وسهلة، عم نحطها للتذكير أكثر منها للتعليم. رح أعمل بطاطا مقلية متبلة بالكزبرة اليابسة والثوم المهروس والفلفل الحمراء، هي أكلتي المفضلة. ورح أعمل فركة البطاطا مع البيض والخضرة، أكلة طيبة ومشبعة وما بدها شغل كتير، وبتناسب النباتيين الصعبين. وراح أختم بالدسم البروتين مع طبق مفركة البطاطا بالبصل واللحم المفرومة، وهيك بكون حضرت تشكيلة بترضي كل الأذواق. يلا تفضلوا معي على المطبخ لنشتغل سوا ونشوف إيش بده يطلع معنا. قشرت كمية منيحة من البطاطا لتكفيني لكل الأطباق، فرمته مكعبات مثل ما لكم شايفين. انتو إذا بدكم تقطعوها نص دائرة بمشي الحال. قليت البطاطا كلها، ما جرت عليها بالقلي لأنه بدي يلحقها شغل مرة تانية. نبدأ هلا بالبطاطا بكزبرة، بلزمنا كزبرة يابسة وتوم قد ما كترته بتطلع أطيب، ورشة فلفلة حمراء بتعطيها لون وطرف حدودية. على نار خفيفة وبزيت زيتون يا دوب دفي منحمص التوم. منضيف له الكزبرة اليابسة ومنقلبها كم تقليبة مع التوم. منحط رشة الفليفلة ومنعمل لون كمان كم تقليبة. أخيرا منضيف عليهم كمية من البطاطا اللي قليناها ومنمرغهم تمريغ بتبلة الثوم والكزبرة. هيك بيكون أول أطباقنا جاهز، بننتقل لتحضير فركة البطاطا مع البيض. بلزمنا غير البطاطا اللي قليناها كم بيضة حسب الكمية اللي بدكم تعملوها، مع إضافات اختيارية، بتحبوا تحطوها بتحبوا ما تحطوها هاي بتعود إلكن. أنا رح أحط اليوم بصل مفروم وفليفلة خضراء وحمراء مفرومات. المفركة عادة بتكون بطاطا وبيض بس، انا بضيف الخضرة معها بطلع شكلها احلى وفيها نكهات اكتر. جربوها بدها تعجبكم على كفالتي. منقلب البصل المفرومة بالسمنة او بالزيت على كيفكم، حطوا اللي بدكم اياه، ومنقلب معهم الفليفلات الحمر والخضر ومنتركهم لحتى يدبلوا شوي مع بعض. منضيف عليهم البطاطا المقلية ومنقلبهم. مثل ما قلت لكم هاي أكلات بسيطة أغلبكم بيعملها، نحن بس عم نذكركم فيها. منملح الأكلة ومنعملها كم تقليبة. هيك أكلات سهلة ممكن يعملها أي حدا بالبيت، يعني ست البيت بترتاح شي يوم برمضان وبتسلم الباقي لحدا تاني من العيلة.
كمان الأكلات بتصير للأفطار وبتصير للسحور، يعني إذا حدا بيقبل يتسحر شي تقيل ممكن تزبط هيك أكلات معه. كان أبوي يتسحر من نفس الفطور الله يرحمه، هلا صايرين نازيك سندويش على الخفيف وكفاه المولى. بركي بننزل كم كيلو بهالشهر دبحتنا قلة الحركة بهالحظر، الله يفرج علينا وين هي على خير. هلا منضيف عليهم البيض المخفوق ومنتركه يستوي على نار واطية بدون تحريك لحتى يحافظ القرص على شكله الحلو. وهي استوت مفركت البطاطا مع البيض، اخذت سوي 7 دقايق على نار واطية، رشت بهار وعلى التقديم. اخر اطباقنا اليوم فركت البطاطا مع اللحمة، بدنا بس بصلة مفرومة ولحمة ناعمة مفرومة. بالعادة ام عبده بتقلي كمية لحمة منيحة بتملحها وبتبهرها وبتشيلها بالفريزر، بتلاقيها وقت اللزمة جاهزة. اليوم اخذت شوي منها لمفركة البطاطا. منلوح البصل كم تلويحة لحتى يشقر شوي، ما بدنا نحرقه. منضيف عليه اللحمة المقلية وكمان نقلبهم مع بعضهم. اللحمة اخذت كفايتها من البهارات ما لازمة. منضيف البطاطا المقلية وكمان نخلطهم مع بعض. نطفي تحتهم ونغطي الطنجرة ونتركهم يتهبلوا تهبيل بالبخار. وهي أكلاتنا صارت جاهزة، شي منفنف ومركن بغض النظر عن كمية الجلي المطبق بالمجلة. عملت جنبه مفتوش الخضرة وضل التمرات وبريق المي وبريق التمر هندي، والأفطار بكون جاهز. صياما مقبولا وافطارا شهيا، وسلام من ام عبده للجميع. جيت الكمدي هالكم يوم صايره لطيفه ومسايره معي كتير، بقى الله يستر.